ما معنى نبي وما معنى رسول؟ ما الفرق بينهما؟ كلمة نبي مأخوذ من النبأ، والنبأ ما معناه؟ الخبر. النبأ بمعنى الخبر. طيب، رب سبحانه وتعالى أنبأ بعض العباد بأخبار عن طريق سيدنا جبريل، أعلمهم بها، فأصبح اسم هؤلاء الناس أنبياء، جمع نبي. والنبي هو المنبأ بخبر عن طريق الوحي، أي عن طريق سيدنا جبريل. كلمة رسول ماذا تعني؟ تعني هذا الرجل ذاته الذي أنبأه الله عز وجل بخبر من السماء عن طريق جبريل، عندما يلتفت إلى الناس ليخبرهم بالرسالة التي حمله الله إياها إليهم. هذا الإنسان العلاقة بينه وبين رب العالمين تسمى نبوة، والعلاقة بقى بينه وبين الناس ماذا تسمى؟ رسالة. لذلك نقول النبوة في حياة سيدنا رسول الله أعلى من الرسالة، لأن النبوة عبارة عن صلة ما بينه وبين رب العالمين. الرسالة نفسها لكن عبارة عن التفاته إلى الناس. لذلك ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ما يقولونه عند الرقاد: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، لاحظوا. طيب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أحد الصحابة أراد أن يقرأ هذا الحديث ليحفظه على سمع رسول الله، فعندما وصل ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. يعني شغلة مهمة، ونبيك الذي أرسلت. نبوة سيدنا رسول الله تعني الحالة التي يتلقى فيها الخبر من عند الله. رسالته تعني الساعة التي يلتفت فيها إلى الناس ليبلغهم ما أوحى الله عز وجل به إليه. أظن أدركنا الفرق تماما بين النبوة والرسالة. لم تأخذك ثانية.